افكار عديده لها علاقه بالبيت، بالجنينه، حتى كل شيء له علاقه بالديكور، ان كان اكسسوارز او حتى اساس البيت. اكيد باسكال عم تعطينا اياهم خلال فقره دو ات يور سيلف كل ثلاثه بينا هالوقت. هاي باسكال، هاي سافا؟ سافا ماشي. اخر مره انا كنت معك كنا عم نفرج المشاهدين كيف ممكن عفش قديم يرجعوا يجددوه، خاصه الخشب. انه خشب. صحيح. فوالا، اذا فينا نرجع نذكر كيف بلشنا، يعني الستبس توصلنا لهيدي المرحله. أكيد. بالطاوله اللي كنا حكينا تينا انه نحن عم نحكي هلا بالتحديد عن خشب التاك يلي هو اكثر شيء نستعمله للاوتدور، لانه هو خشبه تروبيكال. فمعروفه انه كثير بتضاين، الشيء الوحيد اللي بيتغير فيها مع الوقت هو اللون. يعني ممكن يتغير يصير على سواد شوي، على جري، خضار هيك. فنحن شفنا بالحلقات الماضيه انه كيف نحافظ على لون الخشب بلا ما ينتزع. وشفنا انه في حال نحن ما عالجنا الخشب كيف بيصير لونه. بهالحاله شو فينا نعمل لحتى نرجعه للون الطبيعي. اليوم رح نشوف اذا حبينا نعالج الخشب اللي اوريدي سواد او انتزع ونعطيه غير لوك، يعني نلونه، يعني نعطي غير اللون الخشب التاك، رح يصير مختلف كليا. مزبوط، هي بنسميها بينتور اسويه، يعني عم نعطي لون بس عم ببين عندي مسام الخشب. حلو. يعني خصوصا لانه عندي خشب تاك. هلا لو عندي خشب رخيص، خشب منه كثير عنده قيمه، بقدر غطي كومبليتلي، يعني اعطي البويا اللون الغير عن اللي هو اللون الطبيعي تبع الخشب. بس اليوم نحن لانه عم نشتغل بخشب التاك رح نشوف انه كيف نضل محافظه على يعني العروق تبع الخشب. يضلهم ظاهرين مع البنتور يلي رح اعطيها. هلا نحن هي الطاوله اللي عم نشتغل عليها انا دجا حضرتها. شو يعني حضرتها؟ يعني ضروري نحن نحفها ب ورقة ازاز. رح نشوف انا يعني مثلا بنلاحظ الفرق باللون، رح نشوف على الكاميرا مثلا هون. هيدي انا حافه ليش؟ لانه هيدي دجا حفينا لانه بدي ارجع انا للخشب المضبوط لجوا، يعني بدي اشيل كل شيء من عمل له تريتمان للخشب. ليش؟ ليشرب البويا مضبوط. يعني مجبوره انا شيل كل في شيء كوش عليه لحتى هون ما في لا بولش ولا بويا ابدا. هون ابدا يعني بنلاحظ الفرق انه هيك كان لونه قبل. يعني هيك هيدا اللون يلي كانت عليه هيدا الطاوله قبل. واكيد نحن حفيناها مضبوط قشطناها. بس كمان بدي اقول شغله كثير مهمه، انه اذا كانت حالتها للكرسي، الطاوله، وات ايفر اللي عم نشتغل فيها، فيها تكون فوتاي، شو ما كان الخشبه اللي عم نشتغل عليها، اذا كانت كثير تعبانه، يعني مسوده كثير، مجرحه كثير، نحن شفنا انه في برودوي خصوصي بنحط له لحتى نفتحها، ترجع نعطيها نعيش لها اللون الطبيعي تبعها قبل ما نوصل للستيب اللي رح نعملها اليوم. هديك عملناها بالحلقه الماضيه. هلا اليوم نحن عم نعتبر انه حلقه انه جاهزه هلا الطاوله، هيدي كونديسيون منيحه. أوكي. بس علي حفه. كيف يعني حفه؟ بدي حفه، بدي الحق المسام تبع الخشبه. يعني هون انا مش بدي حفه، بالعكس لحتى ما جرحها. اوكي دونك انا بحفه شوي بس لحتى نمشي مع العرق. 100% بدي امشي مع العرق لحتى اوصل للباز، للون الخشب الطبيعي، ولحتى حضر الخشبه لتمتص اللون يلي بدي انا اعطيها اياه هلا. اوكي، يعني طريقه كثير هينه للحال. هلا في نصيحه، مثلا اوقات بنلاحظ انه على الكورنر يمكن الجوانب مدفوع. ايه؟ بقدر استعين انا مثلا بمشحاف مثلا. اوكي. او سكين او شو اللي متوفر عنا بالبيت، بحطه على الورقه وساعتها هيك فينا نفوت على الزوايا 100%. اوكي، بقدر طال الزاويه اكثر. بعرف اذا مبين على الكاميرا ببرم ام مبينه. اوكي. دونك هلا انا من بعد ما
هيدا الفاز بدي اعتبر انا حفيتها للطاوله وصلت لهالريزلتا يلي هو الخشب الطبيعي على طبيعته. يعني بدي استعمل انا لادهن الخشب خصوصا خشب التاك والخشب يلي بدي استعمله لبرا الاو دور بالزيت يكون البويا اباز دويل زيتيه مش مائيه. ليش؟ لانه اكيد بتضاين اكثر، لانه كمان شفنا بالحلقات الماضيه انه الزيت هو يلي بنحطه ككوش بروتكسيون، هو اللي بنعمله تريتمان لهالخشب التاك كل 6 أشهر او كل 3 أشهر قلنا بدنا نعمل وج زيت من هيدا. دونك انا بلون الزيت بحط له اللون اللي انا بدي اياه، ما في عندي مشكله بلون هالزيت. هي التبينه شو بتكون؟ هي باز دويل يعني بدها تكون تقدر مش مائيه. هي التبينه نفسها بنستعملها للبويا؟ صح. اوكي. يعني هي اللي بدي لون فيها للزيت اكيد، بس بدها تكون تقدر تختلط بالزيت، بدها تكون زيتيه. هلا انا جبت كذا لون، يعني مثلا دجاج هون خلطت، مثلا عم نشوف انه هيدا الزيت هيك لونه الطبيعي. هلا بنشوفه على الكاميرا، عم نشوف ما مبين كثير. هلا فوالا يوبس اوكي. وهون لونت انا الاخضر باريزون، لونت هيك اللون الاخضر صار هيدا اللون. هلا هلا عندنا مثلا لونين فيك تنقي بيناتهم تينا، بين على ازرق او على موف. نشوف الموف باريزون، يلا فينا نجرب نشوف سوا كيف نقدر. اكيد كل ما بنزيد كل ما بتغمق اكيد اكيد، وحتى رح نشوف حتى انا فيني اتحكم بال قد ايه فيها تكون اوباك التلوينه. ولا هيدا موز ايش حسيت غامي. هلا احنا مش رح نكتر، اوكي عم نحط شوي ها اوكي وبخلطه يعني شوي عاطي عبني كمان. لا لا بلش يعطي شوي كترت يمكن اوبرجين شوي. فينا نعمل الاخضر يمكن. طيب نجرب الاخضر. ايه لانه هون اوبرجين شوي عاطي اوبرجين قامي قامي مش حلو لا او دوري. ما هيك واحد لازم يجرب ليعرف شو اللون اللي بيزبط اكثر شيء. طيب رح نعتبر نحن هيدا اللون الاخضر يلي عم نستعمله. كنت عم بقول انه نحن فينا نتحكم بقديش بدي يكون طاغي هاللون، قد يكون ترانسبارنت، قد يكون قوي. أوكي. كيف؟ انا اول شيء بدي بلش على طول من جوا لبرا. ليش؟ لانه اذا في حال انا مثلا اقول عملت هلا يعني عبيت ضربة. اللون كله جوا ورجعت عم بعمل برا لحتى ما جل غيم على جوا، يعني هيك بتضل شغل نظيف 100%. دونك انا ببلش بالفرشايه نايس. واكيد مثل ما قلنا انا فيني يا اعمل وجهين او اكثر حسب قد ايه، بس انا بدي فرجي بس حلو يبل يضلوا العرق مبين. ليلى ما نحن كيف بدنا نخليه؟ بده يكون معي يا شقفه يا سفنجه برجع بمرق عليها وفيني انا شد قد ما بدي او مرق كذا مره قد ايه بدي شيل. وفيني اذا انا حابه يبقى الخضار كثير قوي فيها يعني اترك وقت، يعني اترك مش دغري مرق السفنجه. انطر شوي تنشفوا يعني. مزبوط. انطر لي شي 10 دقائق ارجع مرق السفنجه يكون ثبت اكثر اللون. صح 100%. وفيني كمان اخفف اللون على الفرشايه كمان ما بيعطي كثير دارج الخشب الملون. هيدا كثير دارج، هيدي الفانتور اسويه تكنيك هلا كثير دارجه، وخصوصا اذا مثلا من بعد ما تنشف بننطر عليها بنمرق لها نرجع ورقه الازاز بنحفها شوي تعطي فنتج شوي معتقة كمان بيعطي حلو نايس. هلا بدنا نحسب حساب انه لما ينشف بخف او بيغمق؟ بخف. اوكي. فهون الواحد اذا قبلين بهالنتيجه بده يقوي اكثر يعني. ايه مثلا اذا حابب هلا كمان في ينطر مثلا لتنشف وعلى اساسها بيرجع يا بيرجع بزيت تلوينه يا فيري نايس. اصلا حلو يعني انه يطلع بمناطق اغمق من انا قصد عملتها هيك انه بمحلات بتشوفي انه هون مثلا الخضار شوي قوي، هون اخف، هون اكثر. دونك نحن نحن بنقدر نتحكم بقديش لون طاغي. هلا كنت عم بقول لك تينا انه هون لانه خشب
بالتك ونحن حابين نبين العرق تبع الخشب. ايه. انا دهنت اللون على الخشب. اوكي دغل. هلا تكنيك تانية انه اذا كان عندي خشب منه كتير مهم او خشب عادي اللي فيني اعمله بقدر اخلط لونين مع بعضهم. نعم. يعني مثلا في حد لنقول اكر او بيج او شيء انطر عليه لينشف، ارجع حط عليه الاخضر وامسح. بصير بعدين شو عاطي مبين اللي نقول الجون تبع هيدا بين الجون والاخضر. نايس. يعني حلو. وحتى فينا اذا على التك بس أسكار. هو التك حرام من ما يعني حرام نخبيه لانه خشبه حلوه كثير. وعلى طول انا بدي الحق العرق. يعني انا ما بدي ادهن هيك، بدي ادهن إيه؟ مثل العرق على الخشبه. نايس. يعني هولي افكار تينا لحتى إيه؟ عن جد للصيفيه بغير شوي من لانه كلنا معودين على لون الخشب على طبيعته، يعني يا غامق يا فاتح، بس مش على الملون 100%. وهلا كثير عم بيكون دارج الالوان، البيستاش، التركواز، يعني في كثير الوان حلوه للخشب نقدر نعالجها منها. هيدا بعد ما ينشف بعد بدنا نحميه بشيء او لا. خلص ليش؟ لانه دجاج هو حاطينه خلطينه بزيت، بالزيت. والزيت هو هو نايس. البروتكشن. واو. يعني انا مش بحاجه، ما بده لاكر او شيء. لا بس اذا لو كنت انا لونته ب بويا مائيه ساعتها لا. أكيد. بدي اعمل له وجه حمايه لحتى احمي الخشب. مثل ما قلنا يعني اصلا الخشب قلنا انه كل 6 شهور او كل 3 شهور لازم ينعمل له علاج لحتى نحافظ عليه. يعني انا شفت فيني اعمل تمشيحات. انا حببته غامق. ايه يعني شوي يعني فينا نرجع فينا نحن نقوي قد ما بدنا. يعني فينا ارجع اعمل له وش ثاني. خاصة الأخضر باسكال يعني صح. حلو إذا عم نستعمله نحن برا. ايه. حلو كتير. حلو الأخضر. وفيك كمان إذا حابين فينا نخلط لونين أو ثلاثة مع بعضهم. يعني رح أرجع أزيد لك. بتحسي إنه الخشبة عم تشرب الزيت؟ أكيد لأنه أنا حضرتها لهالشيء. يعني أنا نحن حفيناها بالورقة الإزاز لحتى تصير هي ريدي تتقبلها. إيه لو جيت أنا مثلا دهنت دغري على اللون اللي إيه؟ كان محطوط لا ما كان أخده. لا لا بكان ما حيكون ما حيعطيني هالريزولتا يلي عم نشوفه. حلو كثير. رح جرب مثلا هلا إنه مسحهم بالشقفة شوف الفرق. هذا السيربلو يعني. صح. بلا نحن انا تقريبا خلصت. يعني عم نشوف عطينا عطينا نيو لوك الطاوله والوجه والوجه عطينا نيو لوك لفرش عنا اياه مثلا بدل ما نرجع نشتري غيره 100%. فينا نرجع نعمل له هالتريتمون نعطيه حياه نعطيه لوك جديد ونحن ننبسط فيه اكثر. Great idea باسكال. Thank you. لكن التالتة الجاي افكار مختلفة اكيد بي دو ات يور سيلف. رح ناخذ بريك. انا بترجع بتلاقوني بالكوكينج. بلكن معنا